Hello, 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 good morning. واو شفتنا بالفترة قبل النهار مع بعض. واو فول فلاج اكسبيرينس. بتريحوا شوي الدريير لأنه حلو كتير. واو صار وقت نهتم بالشباب. وين قطعة من هون؟ مرحبا احنا نكيف على السحرة. Blessed and honored. أيوة واللي كنا عم نحضره هو من يوتيوب ميشن نيتشر صديقين، والحلو إنه واحد منهم هو طبيب أسنان والآخر مهندس زراعي، ولكن لحقوا شغفهم لينشروا السعادة وتقدير الغذاء الممتاز والخدمة الممتازة على يوتيوب. رح يكونوا معنا هلأ ضيوفنا من لبنان، رح يكونوا عبر زوم، أنتوني رحايل ومارك بيروتي، لحتى نعرف أكثر عن اليوتيوب شانل ميشن نيتشر وزيارتهم للأردن. صباح الخير. Good morning. أهلاً مرحبا. أهلاً. Good morning. أهلاً أهلاً. صباح الخير. Good morning. كيفكم؟ أهلاً وسهلاً أنتوني ومارك. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. Thank you. نحن مش معقول واحد يكون قاعد بهيك طبيعة بهيك أجواء. ما يصير هالقد حلو وما يكون الضحكة على وجهه مبسوط. 100% الله يديم الفرحة يا رب. حضرتكم عملتوا مشروع له علاقة بالطعام بالأردن ومجموعة يعني مميزة من الفيديوهات كانت على اليوتيوب، احكوا لنا عن هاي التجربة لو سمحتوا في الأردن، يعني كيف بلشت وكيف مشيت؟ أنا بدي أقول إنه شعبين كتير قراب من بعض ونحن كتير قراب على بعض ولازم نزور بعضنا أكثر، وفي أكثر من 8000 لبناني اليوم بالأردن ولغتنا كتير قريبة على بعضنا أو زيتها تقريبا يعني لهجتها بتفترق شوي، فحبينا نوصل لعندكم ونفرجي إذا بدكم يلي الكتب يمكن ما بتحكي عنها كتير أو كيف واحد بيقدر يعمل سياحة بواحد من أحلى بلدان العالم يلي بنفتخر فيه اللي هو الأردن يعني. فنحن بلشنا أول شغلة بمشن فول، برمنا على كل محلات الفول تنفرجي الفرق بين الفول المصري والأردني واللبناني والسوري وكيف الترويقة العظيمة اللي كل الناس بتكلها شو هي وكيف تفرق عن بعضها، واللي بدنا نحكي عنه اليوم والأهم هو مشن نيتشر، لأنه الطبيعة بتجمعنا، الطبيعة مهمة، الطبيعة فيها سياحة حلوة كتير، الطبيعة فيها تجيب الناس من كل بلدان العالم، وكيف بلدكم حلو كتير مقسم بطريقه حلوه لدرجه انه في يلي بشماله غير بجنوبه، والشجره اللي بتلاقوها هون ما بتلاقوها هون، والزراعه اللي بنلاقيها هون ما بنلاقيها محل تاني. رحنا على البترا، رحنا على وادي رام، رحنا على كل محلات يمكن سياحيه بامتياز، كيف فينا نشوفها بوجهه نظر ثانيه بمساعده دكتور مارك اللي هو دبل بي اتش دي بهذا المجال، وركزنا على هذا الموضوع. اوكي اذا نحن معنا دكتور مارك ودكتور انتوني، شكرا لانكم انتم عم تعملوا شغفكم بتوعيه الناس وانكم تفرحوا الناس بالاشياء اللي عم بتسلطوا الضوء عليها واللي هي بالفعل مهمه. دكتور مارك راح اسالك كمهندس زراعي ايضا، يعني وجودك بالاردن وشفت هذا التنوع بالطبيعه، اعطيني هيك انطباعك. نحن لان الاردن بلد كثير حلو يعني، بس كيف مثلا حدا بيجي على لبنان ما بكفي نشوف جبال والارز، نحن هيدا كنا عم نجرب نعمله يعني الطرقات يلي ما بياخدها بس السائح، ونفرج جمال الاردن من عيوننا يعني. حلو. كنت عم بقول كمان انه غير نحن حكينا عن الطبيعه، فرجينا الصحراء، فرجينا البدو، تعلمنا كثير اشياء من عندهم، رحنا فرجينا قد ايه في مطارح قريبه من لبنان، قد ايه البحر الميت حلو، ما في شيء ميت بالبحر الميت غير بركه البحيره، كل شيء حواليه كثير حلو. وكنت عم بقول لكم قبل وقطع، هيدا السنة أنتوني طلع أخذ جائزة كمان يلي هي World Expert Food Blogger بالعالم بهيدا السنة، فلما تمشوا معه بقلب الأردن يعني أنا بروح دغري مثلا أول شيء بعمله عادة الصبح ما بتعمل إيه، بتروح على سوق العطارين. نعم. رحنا على سوق العطارين، تعرفنا على كل النباتات والسبايسز، لما كنت ماشي مع أنتوني تعلمنا أشياء نحن بركة أنتم لكم كل يوم بتشوفوها، مثل البيض البني، مثل شو بينأكل عادة يعني نحن هذا الزعتر الأردني خبرنا العالم كيف بينعمل شو هو لبنان، زعتر الأردني كثير معروف، شرفنا بس نتعلم شو هو وحكينا معهم يعني بالموفيز في كل هالأشياء. حتى خبرهم عن كم نوع نباتي في كم منطقة نباتية في بالأردن وقديش مهمين كل واحد لازم يزورهم. يعني بس تعطيكم مثل، نحن رحنا على جرش ورحنا على أم كيس، عادة الناس بتروح بس تشوف الحجارات يعني هونيك، نحن رحنا شفنا الحجار، شفنا النباتات، شفنا التاريخ، تعلمنا كيف اجى اساميهم، مثلا جرش جاي من شيء له علاقه بالطبيعه بالنسبه لنا، وسلقنا من هونيك ورحنا عند مطاعم عملوا لنا اكل مسلق بالتسليق الموجود هونيك، يعني كمان هيدا الاردن كمان مش بس انه نروح ناكل بس بالعاصمه. اها يعني رحتوا عند بيوت الناس، يعني اخذوا لكم من الارض. صح. اللي عندهم وعملوا لكم اطباق ببيتهم.
مزبوط. اكلنا شيشانه، اكلنا شو بعد يعني كثير اشياء تعرفنا عليها بالاردن، اشياء رائعه بالنسبه لنا. فينا نفوت اكثر بالتفاصيل، فينا نقول مثلا رحنا على وادي رام، بس وادي رام لكثير عالم هي وادي رام الصخور الحجار وبعدين واحد ينام بالخيمه. نحن لا، نحن رحنا قعدنا مع الاشخاص الاساسيه اللي عايشين هونيك يلي كيف اكلنا على الارض، كيف بيحضروا الخبز، قديش بده وقت، كيف بيشيلوا الحليب. هول التفاصيل الصغيره اللي كثير مهمين سياحيا، ولازم واحد ساعه الواحد بيقول يروح اكتشف المدينه او البلد الام. حلو كثير اكيد القلعه والمدينه، بس بعدين واحد يفوت على احنا مثل ما قلنا فتنا على الجزور، على الاعدام، على العشريين تبع المدينه او تبع البلد، وهذا الشيء كان كثير فخر. وكنا حابين نرجع مره ثالثه بس صار اللوك داون، فانقل رد بتشرفونا، رجعين بتشرفونا 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 دائما. استاذ سؤال هلا على مستوى البزنس، يعني على مستوى الاعمال وترويج السياحه، صار الفود بلوجينج او التدوين الخاص بالطعام مهم جدا للترويج السياحي للمناطق هاي من ناحيه، ومن ناحيه الاخرى مهم للحفاظ على الموروث الغذائي للمنطقه نفسها، للحفاظ على هويه المنطقه. شو رايكم؟ نحن أنا صار لي 10 سنين بقول السلوغن هو واحد، لقمتنا بتجمعنا، لقمة بتجمع، اللقمة هي وسيلة. إذا خلينا شخصين بتقعدون على طاولة بيحكوا، إذا سفرت لقمة الأكل هي اللغة الوحيدة اللي كلنا بنفهمها، إذا واحد أكل بيضحك يعني 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 اهتم بالتاني، إذا واحد فات عند شخص تاني بيقول له ملحنا، كل معنا، شرب قهوتنا. فهيدي الشغلة كتير مهمة وكتير أساسية. نعم اللقمة بتجمعنا، الأكل بيجمعنا، والحضارات شغلة كتير مهمة من مئات السنين. نحن صار في برغش كتير حوالينا مثل ما شايفين، بعتذر لأنه هلأ الموسم والشمس كتير قوية. فهي اللقمة شغلة كتير مهمة وبتجمع الناس. الخبز بلبنان غير الخبز بالأردن، الزعتر بلبنان غير الزعتر بالأردن، وقديش هول الأشياء مهمين. وواحد فيه يقول أنا بدبي فين ألاقيهم وبكلهم، أو أنا بأوروبا، بس لا، ساعة الواحد بيطلع عند الأشخاص الأبطال أنا بسميهم أبطال، هن أبطال البلد. هن الناس اللي بيسوق هيدا التراكتور اللي ورانا. هو الشخص اللي قاعد بالضيعة عنده 20 بقرة ورانا، هلأ محضرين لنا جبنة بلدية طالعين تنتروق بعد شوي. نحن بضيعة ساعتين بعيد عن بيروت هلأ، وهو الأشخاص اللي سقنا ساعتين تنطلع نقول لهم نحن معكم، منحبكم، من الله يقويكم، بدنا نصوركم تالناس يعرف فيكم. فهيدا المجرب نعمله خاصة بالضيع بالأردن أو بلبنان. جربنا نبرم 7 أيام ما هدينا ولا دقيقة، نبرم نفتش على التفاصيل الصغيرة يلي الكتب ما بتكتب عنها 100%. وهذه هي المتعة بعتقد بشغلكم، أنه كل يوم عم تتعلموا إشي جديد، كل يوم تتعرفوا على إشي جديد وعم تنقلوا هالمعرفة، وأظن هذا هو مصدر القوة. ومش بالصدفة بتكون أخذ جائزة يا بس قل لي هلأ إحنا للأسف ضللنا بس دقيقة، فبحب أعرف انطباعكم عن الأردن. شو لقيتوا نحن منشبه بعض، وشو لقيتوا نحن منختلف عن بعض؟ أنا بحب الأردن كتير، بحب الأردن كتير من كتير زمان. برجع على لبنان وبقول ما كلها نص ساعة. نحن يعني واحد بيوصل لعندكم أسرع من ما يوصل من بيروت على طرابلس بعجلة السير. الأردن حلو كتير، بس الأردن مش عمان. الأردن الخضار، الأردن الأنهر، الأردن الماي، الأردن الطبيعة، الأردن المحميات، الأردن الجبال، الأردن الناس الطيبين، الأردن الأكل التقليدي. نحن بننصح كل حدا يروح لعندكم، والله يضلكم بصحكم وعلى قويكم، وبنطلب منكم كمان تجوا تزورونا. وبعتقد نحن شعبين كثير قريب من بعضنا، فينا نعمل كثير اشي حلو مع بعض. حلو. واستاذ مارك، دكتور مارك، هلا انتم يجاوب، انا مش رح ارجع عيدهم هن ذاتهم. انا لإلي طبيعه وشعب خاصه يعني. فالكل يلي عم يحضرنا وحاب تما نرجع نعيد مازال خلص الوقت، فيكم ترجعوا تحضروا كل الفلومي على يوتيوب شانل نو جارليك نو اونيونز، وفي البلاي ليست اسمها ميشن نيتشر بتحضروا كل هالاشياء. ونحن كثير بننبسط تخبرونا اذا انتم حبيتوا الاردن كيف نحن وصلنا. اذا نحن اعطيناها حق، نحن عملنا اكثر من 40 فيديو فيكم تحضرون. وفي فيديو رح ينزل هلا ذا موفي اللي هو الفيلم الوثائقي الاساسي اللي هو الساعه اليوم على الساعه 8 بالليل رح يكون بريمير. بليز احضروه فعلا، يعني نحن بنحضره من دمع. كيف انتم فيني اقول بعد شغله ولا خلص وقت؟ تفضل تفضل تفضل. يلا مثلا نحن اللي عم جرب نعمله، أنتوني سألته قبل إذا هو راي على بيترا، قال هو راي على بيترا. أنا بالنسبة لي هيدا اللي عم جرب نوصله، نروح على بيترا، بس قبل نعرف بيترا كيف يعني واحد يوصل. نحن لقلنا شفنا بيترا تاريخ، شفنا المي، درسنا كيف المي، جربنا نشوف كيف هالشعب النبطيين أنبتنا 2000 سنة قدروا يعملوا شو لاس فيغاس هلأ بيعملوا. فنحن هيدا اللي كنا عم جرب نعمله. نروح على كل مطرح نعطيه حقه ونجرب، ما نروح بس أنه يلا نعمل صورة ونفل. يعني هذا اللي جربنا نوصله.
نعم شكرا عايز. شكرا جزيلا لكم، اهلا وسهلا فيكم. نحن مرسي على وقتكم. شكرا لكم. يعني نحن نتشرف بالمملكة الأردنية الهاشمية اللي بتفتح ذراعيها لكل الأشقاء والإخوان العرب والأجانب من كل مكان، ونتشرف بهاي التجارب أيضا المختلفة والجميلة جدا. نعم حلوة، واضح أنه هم بشغف عم بيشتغلوا طبعا. فنحن بنشكركم أنتوني رحايل ومارك بيروتي، دكتور أنتوني ودكتور مارك، بنشكركم على زيارتكم للأردن، بنشكركم على هذا الترويج، وأهم شيء بنشكركم أنتم عم تعملوا شغفكم، وهون ببين الطاقة الإيجابية وكيف بتساعدوا الناس وبتسعدوا حالكم. إذن أكيد اللي عم بيحضرونا تقدر تشوفوا اليوتيوب شانل ميشن جوردن على يوتيوب، تقدر تحضروا هالفيديوهات، وأيضا اليوم بنزل الفيلم الوثائقي اللي بيجمع كل رحلتهم بالأردن.